في قنبلة نووية اقتصادية. كشف وزير التجارة والصناعة الروسي أن مصر وروسيا بدأوا في دراسة اعتماد الجنيه المصري والروبل الروسي في التعاملات التجارية بين البلدين. المثير للدهشة أن الكلام ده حصل في أول لقاء يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الحرب الأوكرانية خلال منتدى سان بطرسبرغ الروسي الاقتصادي اللي مصر كانت ضيف شرف دورته السنة دي. الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة مهمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى عبر الأقمار الصناعية بحضور ورعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتبقى الأسئلة: هل تغضب أمريكا من حضور مصر هذا المنتدى الروسي الاقتصادي الهام رغم الحصار الغربي لروسيا والإعلان عن اعتماد الجنيه والروبل في التعاملات بين مصر وروسيا؟ وهل اتفاقية الغاز بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقة بهذا التوجه الروسي؟ وما هو حجم التجارة أصلاً بين روسيا ومصر حتى نعرف هل لهذا القرار أهمية من عدمه؟ ومن المستفيد منه، مصر أم روسيا؟ ولماذا مصر هي ضيف شرف منتدى سان بطرسبرغ أصلاً؟ كل ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. منتدى سان بطرسبرغ هو منتدى اقتصادي روسي إقليمي، يعني بيغطي كافة الدول السوفيتية واليوغوسلافية السابقة بالإضافة إلى أصدقاء الدولة الروسية حول العالم أجمع من كافة القارات، وعلى رأسهم الصين ومصر. كانت مصر هي ضيف شرف هذه الدورة من المهرجان، وده تقديراً من الدولة الروسية لفرص الاستثمار ونجاح تجربة الإصلاح المصري الاقتصادي. الملاحظ أن كل ده بيحصل في توقيت مهم كان فيه بعض الغيورين على مصر وعلاقتها الدولية تخوفوا من فكرة غضب روسيا من معاهدة الغاز بين مصر والاتحاد الأوروبي، وإزاي مصر هتبقى بديل لروسيا في تصدير الغاز للقارة الأوروبية اللي بتعتمد على 40% من احتياجاتها من الغاز على روسيا. وقررت أوروبا الاعتماد على مصر كبديل وحيد دون أي دولة أخرى في الشرق الأوسط، وأولهم إسرائيل اللي هترسل الغاز الخام بتاعها أولاً إلى مصر ليتم تسييله عندنا ثم ينطلق إلى أوروبا. ولكن الرد الروسي كان واضحاً أن موسكو تتفهم المصالح المصرية وأن مصر صديق شريف لم يقم بأي ألعاب غير قانونية، بل قامت باستغلال ثرواتها بشكل قانوني ومحترم وعلني أمام العالم أجمع. وبذلك فإن كل رهانات العدو في أن يؤدي اتفاق الغاز بين مصر وأوروبا إلى ضرب العلاقات المصرية الروسية قد سقط، ولم يسقط على يد قرار أو حدث مصري، بل سقط على يد قرار من قلب مدينة سان بطرسبرغ مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. روسيا لم تكتفي بتلك الإشارة المهمة بجعل مصر ضيف شرف المنتدى ودليل على حيوية العلاقات المصرية الروسية فحسب، ولكن أيضاً وزير التجارة والصناعة الروسي تباحث في المنتدى مع رئيسة الوفد المصري الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية في الفكرة اللي حاولنا نوصل لها بقالنا سنين وسنين، فكرة أنه تم اعتماد الجنيه المصري والروبل الروسي في التعاملات التجارية بين البلدين. الوزير الروسي قال نصاً: أنا متأكد من أننا كما هو الحال مع الدول الصديقة الأخرى التي لدينا معها تجارة متبادلة ونستخدم عملتنا الوطنية فيها، سنستخدم هذا الشكل من التعامل مع مصر. وأضاف أن موسكو والقاهرة اتفقتا على تحديث اتفاقية المنطقة الحرة للتجارة البينية بين الدولتين في بورسعيد. دي بتعتبر المنطقة الحرة الروسية في محور قناة السويس اللي تأسست بعد حفر قناة السويس الثانية. يعني العلاقات المصرية الروسية مستمرة بل وبتتحسن، ومصر تظل من أهم الأسواق التي تريد روسيا الاستثمار فيها ومعها. والأهم من ذلك هو فكرة التبادل بالعملات المحلية للدولتين. طيب إيه قيمة ده على مصر؟ أول حاجة إن ده هيرفع من قيمة الجنيه المصري في السوق العالمي، لأنه لما دولة عظمى زي روسيا تقرر التعامل بالجنيه في التجارة البينية هيزيد الطلب على الجنيه المصري من المستثمرين الروس،
بل والمنتمين إلى الدول السوفيتية واليوغوسلافية السابقة. عشان كده ما يحدث في سان بطرسبرغ شهادة روسية بعد عدة أيام من الشهادة الأوروبية باتفاقية الغاز على أننا أمام نظام سياسي مستقر سياسياً واقتصادياً، وتعمل الدول العظمى على تطوير علاقاتها بهذه الدولة التي أصبحت دولة عظمى في إقليمها في دائرة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويرد على أي قراءات خاطئة عن توتر في العلاقات المصرية الروسية أو حتى توتر بين مصر والغرب بسبب العلاقات المصرية الروسية، ودليل على أن مصر تدير علاقاتها بين الأقطاب الأربعة باحترافية وتوازن شديد، سواء مع روسيا أو أمريكا أو الصين أو الاتحاد الأوروبي. وهنا لازم نوضح أن مصر كان ممكن تكتفي بوفد تجاري وصناعي، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على احترام الضيافة الروسية وألقى كلمة مهمة جدا عبر الأقمار الصناعية في زمن العالم كله بيطلب منك تقاطع روسيا وتقطع العلاقات التجارية. احنا رئيس دولتنا رجل لا يخضع للابتزاز والمساومات، وبيلقي كلمة في حضور بوتين بيؤكد فيها التزام مصر بتنمية العلاقات المصرية الروسية، وأن الدولة المصرية جاهزة للاستثمار الروسي، وأن التجارة بين البلدين سوف تتواصل وتستمر وتنمو. الكلام ده احنا بنقوله في منتدى سان بطرسبرغ واحنا رايحين نقابل جو بايدن في مدينة جدة السعودية كمان 3 أسابيع. كل ده ملوش غير معنى واحد، اننا دولة لا نقبل اي املاءات خارجية. وهنا ممكن حد يسأل سؤال، ايه التجارة اللي بين مصر وروسيا؟ واي قطاعات اللي ممكن تفيد وتخدم على الخطوة التاريخية المقبلة دي؟ اولا، حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال العام الماضي بلغ 400 مليار و700 مليون جنيه، وبالمقارنة بالسنة اللي قبلها يبقى ارتفع بنسبة 5%، وقبل كده ارتفع التبادل التجاري 10% سنة 2020، يعني يعتبر في زيادة سنوية مستمرة لا تقل عن 5%. يهمنا اكتر الصادرات المصرية، يعني احنا بنصدر لروسيا ايه؟ الفواكه والخضروات والمنسوجات هي الأساس. الصادرات المصرية لروسيا زادت السنة اللي فاتت بنسبة 18%، وما نستورده من روسيا هو القمح والذرة والزيت وبعض أنواع المعادن والأخشاب، بالإضافة إلى حدوث طفرة في استيراد عربات القطار من روسيا في السنوات الأخيرة. إذن مسمار جديد في نعش الدولار الأمريكي، خطوة جديدة في ضرب الدولار الأمريكي محورها مصر وروسيا. كل الفخر الوطني والعزة لهذه البلاد على يد المشير عبد الفتاح السيسي. حفظ الله مصر من كل شر، وجعل مصر كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.